يا مساء او يا صباح الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. من الرسائل اللي وصلت لي كتير مؤخرا وكانت بالنسبه لي غريبه جدا، هي موضوع ان انت حجابك مش حجاب، وان حجابك هيبقى سبب لدخولك النار، لان في بنات كتير جدا بتقلدك وانت حجابك غلط. طب يا جماعه الخير، ايه الموضوع؟ اصل انت حجابك لازم يكون مغطي الكتف، والحجاب لو مش مغطي الكتف فده معناه ان هو حجاب مش شرعي ومش صحيح ومش ساتر ومش مطابق للمواصفات. فوجب التنويه، يعني انا مش بقول ان انا حجابي فظيع، يعني عشان بس ايه، بدأ زي بدء، انا ببدأ اهو البداية كده ساعات بيبقى عندي قصور في الحجاب، وارد جدا، بس يعني ربنا يكرمهم حبايبي لما بينصحوني، وبتبقى النصيحة نصيحة من ناس فاهمة وناس عارفة هي بتقول ايه، ونصيحة حقيقية انا الحقيقة بتقبلها. وقلت الكلام ده قبل كده من حوالي سنتين كده، كانت في حد من الاحباب الغالي جدا جدا على قلبي، الناس اللي بتفهم في التلفزيون هتبقى عارفة الكلام ده، والناس اللي ما بتفهمش اديك وهتفهموا القصة دي وتعرفوها، يعني انه احنا لما بنطلع على التلفزيون الوزن بيزيد. يعني مثلا لو انا وزني مثلا 50 كيلو، على الشاشة ممكن تحسوا ان انا اجيب 55، اجيب 57، اجيب 60، في الحدود دي، فالشاشة بتعرض وبتطول، يعني الشاشة بتدينا هيئة مختلفة. فوارد جدا جدا انه ممكن اللبس يبان انه ضيق شوية على الشاشة، وانا ما كنتش منتبهة لحاجة زي كده. انا الحقيقة ما كنتش بتفرج قوي على نفسي كتير، او كنت بتفرج بس يعني مش كتير، مقطع مقطعين، فما بركزش قوي. فلما بصراحة ربنا يكرمها الحبيبة دي نبهتني لحاجة زي كده، وتشوفوها بالأدب بتاعها وهي عمالة تقول لي يعني أنا عايزة أقول لك حاجة وما شاء الله، عارفين عمالة كده تتكلم كلام رائع جدا وفي منتهى اللطف والجمال، وقدمت لي النصيحة بمنتهى الشياكة وأناقة، ربنا يكرمها ويبارك لها، ونبهتني إن الكم بتاعي بيبقى ضيق على الشاشة. انا الحقيقه بعدها اجتهدت بشكل كبير جدا انه البس اكبر كمان من النمره اللي انا بلبسها، وعملت حاجه تانية، بقيت بستخدم دايما قدر المستطاع الكم البومبي. طبعا مش هقدر الاقيه في كل اللبس، لكن لو لقيت حاجتين فيها الكم ده، الكم المنفوش ده او الكم العادي، لا بتلاقوني بروح على طول مياله للكم التاني على اساس يبقى الكم واسع. يعني ده نموذج مثلا من النصايح اللي جات لي واخدت بيها قدر المستطاع. انا هرجع معاكم بالذاكره، مش بذاكرتكم انتوا، بالذاكره بتاعتي انا لورا. انا بسافر من واحنا في اللفه، من واحنا صغيرين جدا، وكان والدي بره مصر في دوله يعني اوروبيه وكده، فانا اتعودت اشوف الحجاب باشكال مختلفه بثقافات مختلفة، حتى العرب اللي كانوا موجودين هناك كل حد فيهم بيلبس الحجاب بشكل مختلف. فالحقيقة أنا بالنسبة لي من وأنا صغيرة عارفة إن الحجاب ده مش بالشكل بتاعه، يعني مش عشان ألبس خمار مقفول أو لحد هنا يبقى أنا مثلا لابسة لبس شرعي، أو العكس، أو ممكن أكون لابسة خمار بس هو لبس مش شرعي عشان في مشاكل تانية ممكن تكون موجودة في الحجاب ده. يعني أنا متعودة أشوف حاجات كتيرة في مسألة الحجاب، أو مطلعة على ثقافات البلدان الأخرى من فترة طويلة من وأنا صغيرة في مسألة الحجاب. لكن في ناس تانية بتبقى ما شافتش غير البلد بتاعتها، أو ما شافتش غير المحيط الضيق اللي هي عايشة فيه، سواء كان أبناء قريتها، أبناء محافظتها، أبناء دولتها، بس ما اطلعتش على الثقافات الأخرى، ما اطلعتش على الأعراف الأخرى في الحجاب، بتنكر على غيرها شكل الحجاب اللي هم لابسينه لمجرد إنه مخالف للعرف بتاع المكان اللي هي موجودة فيه، أو العرف اللي عينيها اتعودت عليه. فلما أجي أقول للبنات مثلا في أخطاء معينة بتتعمل في الحجاب، أو في حاجات معينة ركزوا عليها وأنتوا بتلبسوا الحجاب، ألاقي طب وأنتي حجابك ده حجاب، ده أنتي حجابك ده هيوديكي جهنم وبئس المصير، روحي بصي على نفسك الأول والقرف اللي أنتي بتلبسيه. ونوعية كده غريبة جدا جدا من التعليقات، تحسوا إن كل الهدف منها يا إما بس الانتقاد السلبي لمجرد الانتقاد، أو الهدف منها انه يعني انت اصلا ظهورك على بعضك كله حرام، اروح ادفن نفسي، ما مش عارفه ايه. في سبيل مثلا انا بشوف في المقابل الناس اللي بتطلع محتوى على السوشيال ميديا، وممكن يكون محتوى هايف وسطحي وفي عري وفي اسفاف وفي رقص وستات، يعني انا بتكلم على الستات كمان، انا لسه ما بتكلمش دلوقتي على الرجاله، بيتقال لهم كلام واو وايه الحلاوه دي، فبنخليهم يزودوا اكتر وبيكملوا اكتر، لكن نيجي عندنا احنا ياي هتروحي النار وبئس المصير.
فانا مش بستهزأ بالكلمة دي لان دي كلمة خطيرة، بس انا بتكلم على الفهم الغريب شوية او الطريقة اللي انا حقيقة مش قادرة افهم ايه بالظبط وهل هي حقيقية ولا لا. بس في رسائل كتير جدا وصلتني، فانا بصراحة قلت لا يعني وجب فيها التنمية. الحمد لله مهنة الاعلام والصحافة علمتني حاجة مهمة قوي، وهي فكرة التقصي او البحث لحد ما الواحد يعرف يجيب ويقتنع بعقله وبالأدلة الشرعية اللي موجودة قدامه فين الصح وفين الغلط. فأنا عملت سيرشي وعملت بحثي وقعدت أدور في الكتب اللي بتتكلم في تفسير آيات الحجاب والأحاديث النبوية الشريفة، وقعدت أشوف كمان في أسباب النزول وحاجات كتير غيرها عشان أشوف الحجاب إزاي موجود في الشرع. مثلا لقيت في معظم التفاسير انه المفسرين بيتكلموا على فتره نزول الحجاب انه كانت الرقبه بتبان عند الستات، وكانوا بيحطوا حلق في الودن والحلق بيبقى باين، وكان بيبقى ليهم في الوقت دوت وفي العصر ده شكل معين بيغطوا راسهم، بس الحجاب بيجيبوه لورا او الحاجه اللي بلابسينها بيحدفوها على ورا، فالرقبه باينه ومنطقه الصدر هنا من قدام او فتحه الجيب اللي هنا دي بتبقى باينه والودن باينه ولو فيها حلق او كده. فلما الحجاب نزل امر بتغطيه الراس والرقبه واللي هي فتحه الجيب اللي هنا، ولكن ما نزلش بهيئه معينه. وكلمه فليضربن بخمورهن اللي موجوده في القران مش مقصود بيها الخمار اللي احنا بنلبسه في مصر، عشان بس ايه تبقى الدنيا واضحه. يعني شكل الحجاب ملوش شكل، ملوش هيئه نزل عليها، بس ليه مواصفات المفروض ان احنا بنمشي عليها. طبقتي المواصفات دي بقى وانتي لابسه خمار كان بها، طبقتي المواصفات دي بقى وانتي لابسه طرحه في زورك، مش في زورك يعني قصيره جدا جدا، عشان دي مصطلحات احنا بنقولها في مصر عشان في ناس كتير بتشوفني من دول تانية. مش مشكله، المهم ان الحجاب بتاعك ده، يعني اخواتنا في بلاد الشام مش بيلبسوا حجاب طويل زينا احنا مثلا في مصر، بس بيلبسوا حاجه هم بيقولوا عليها البلطو. البلطو ده بيبقى ساتر ليهم، نمرته اكبر من نمرتهم، وفي منهم بيدخل الحجاب جوه البلطو، في منهم بيطلع الحجاب، بس حجابه بيبقى قصير. وبصراحه يعني زمان زمان، دلوقتي يمكن مش عارفه، حجابهم حلو جدا وساتر وممكن يكون مطابق للمواصفات وعادي، مش بيغطوا منطقه الصدر وزي ما احنا مثلا في مصر دي بالنسبه لنا لازم واساسي، ولا بيغطوا الكتاف على فكره، في منهم بيغطي ومعظم مش بيغطي. فانا بتكلم على اختلاف البلدان، يعني مثلا هتلاقوا السودان شكل الزي الشرعي عندها مختلف عن ماليزيا واندونيسيا والدول دي، مختلف عن مثلا دول اوروبا، مختلف عن مصر، مختلف عن بلاد الشام. فشكل الحجاب بيخضع للعرف اللي الناس تعرفت عليه. طيب مع وجود السوشيال ميديا ومع فضاء السوشيال ميديا، فاحنا وارد نشوف اشكال حجاب مختلفة من اماكن وثقافات مختلفة. ففكرة ان انا انكر على فلانة حجابها ده واقول ان حجابها ده مش شرعي وهيوديها النار لمجرد ان انا ما شفتوش في عرفي وما شفتوش في بيئتي وما شفتوش في محافظتي وما شفتوش في بلدي، دي فكرة قاصرة وتدل عن عدم علم، لانه زي ما بيقولوا كده لما كثر علم الانسان قل انكاره. كل ما الواحد يبقى عارف، كل ما يبقى كل ما الواحد يبقى متعلم كويس قوي، كل ما بيبقى انكاره على الناس بيقل، لانه بيفهم، بتتفتح افاقه بالعلم والمعرفه. لكن كل ما الانسان يبقى مش عارف، كل ما بيبدا ينكر اي حاجه غريبه عنه. فدي اول حاجه، مش معنى ان العرف بتاعي ما شفتيش فيه شكل الحجاب ده يبقى الحجاب دوت حجاب مش شرعي. طيب ثانيا بقى، شخصيا يعني هتلاقوني ليا متابعين او يعني تحليل البيانات بتاعتي سواء كنا في التلفزيون او على السوشيال ميديا، تلاقوا المسألة مختلفة شوية عن اي حد مثلا ماشي في الشارع. ليه؟ هقول لكم وهفهمكم بالراحة. لو انت واحدة مجرد بتروحي الكلية وبترجعي من الكلية وبتروحي مثلا تشتغلي، فكل احتكاكك الشغل والمحيط اللي حواليكي، اجتماعياتك او المجال اللي بتتشافي فيه مجال مش كبير. لكن بالنسبة لي انا بطلع على التلفزيون وعلى السوشيال ميديا، فبالتالي بيتابعني ناس من مصر وبيتابعني ناس من سوريا وبيتابعني ناس من فلسطين وبيتابعني ناس من المغرب العربي وبيتابعني ناس من امريكا وايطاليا وبريطانيا ومش عارفة المانيا، وناس بتشوفني من كل الثقافات ومن كل البيئات ومن كل الاعراف. فقد يظهر لحضرتك ان الحجاب ده حجاب مش مناسب لعرفك، بس هو ممكن يكون مناسب لعرف حد تاني. بالنسبه لك انت شايفاه برؤيتك اللي في المحيط بتاعك ان هو الوان وما اعرفش فيها ايه، بالنسبه لناس تانية الوانه ما فيهاش اي حاجه خالص، ويعني بالعكس ده انا متشدده فيه.
فاللي عايزه اقوله انه يعني هونا ما احنا عندنا مواصفات معينه في الحجاب الشرعي، طبقي المواصفات دي بقى في اللي هتلبسيه فيها. المهم ان المواصفات تبقى مطبقه. انا بشر طبيعي جدا هكون باخطئ وباصيب، في حاجات بعملها بتبقى صح وفي حاجات بعملها بتبقى غلط. اللي انا عايزه اقوله في الاخر، الرسائل او الكلام بتاع الحكم بدخول النار والحكم بدخول الجنة، يا جماعة الموضوع مش سهل كده. اللي يفهم كويس في الدين عمره ابدا ما هيحكم على حد بدخول النار يعني كده اعتباطا، يعني هيعرف ان المسألة دي مسألة صعبة جدا ان احنا نتكلم فيها. قبل ما نقول لحد اللي انت بتعمله ده حرام وحلال، يا ريت نقرأ ونتقصى ونتحقق من الكلام، لانه في كلام ساعات بيبقى كلام غير منطقي. زي ايه الكلام الغير منطقي ده؟ لما يتقال لي مثلا اصل الحجاب بتاعك مجسم شكل راسك. يعني ايه الحجاب مجسم لشكل راسي؟ يعني هو المطلوب ان راسي تبان انها مثلا رجلي ولا ايه؟ اصل الحجاب المفروض ما نبقاش عارفين راسك من كتفك. انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ انا شايفه ان ده بصراحه، عارفين اللي هو ان منكم لمنفرين، حقيقي فعلا كده، سواء كان في الاسلوب او سواء كان في الكلام الغير منطقي والغير عقلاني. يعني ربنا خلقنا كستات، يعني الراس هنا والكتف هنا، صح ولا غلط؟ والجسم هنا، هنخبي الراس والكتف ازاي؟ يعني حتى انا لما هلبس واسع، ما هو باين ان ده كتفي. انا حتى لما هلبس واسع ده كتفي اهو، هخبي كتفي ازاي يعني؟ يعني ده كتفي ودي راسي وده جسمي. حاجات كده منطقيه وبديهيه، فنفتح عقولنا شويه يا جماعه. انا مش فاهمه، بروح افهم دلوقتي ما شاء الله اليوتيوب مليان. افتحوا كل الستات اللي بتسمع، افتحوا اسمعوا الددو، شوفوا بيقولوا ايه على اللبس، افتحوا اسمعوا المشايخ الثقات اصحاب العلم، لا الناس اللي بتحلل كل حاجه ولا الناس اللي بتحرم كل حاجه. اقروا في المذاهب بتاعه الفقهاء، اقروا في تفسير القران، يعني حاجات كده بديهيات انت كواحده ست لازم تكوني عارفاها، وتبقي عارفه دينك بيقول ايه على اللبس بتاعك، وتبقي عارفه دينك بيقول ايه على شكلك وعلى هيئتك. انما تحريم وجود المراه وتحريم كل حاجه تخص المراه، انا شايفه انه ده غلط. السوشيال ميديا دلوقتي بقت محتاجه، انا لسه هتكلم في فيديو تاني بس مش عايزه اطول الفيديو ده، بس دي رساله كنت عايزه اوصلها، انه الموضوع مش كده خالص. خلي صدرنا اوسع وخلينا نعرف الحاجه من مصادرها الصحيحه، وما ننكرش غير لما تبقى المساله فعلا محتاجه. ننصح بالحسنى، ويمكن انا عندي حصانه نفسيه في مساله تقبل النصائح، وبغربلها وباخد حتى لو سيئه او حتى لو حالتها صعبه، يعني بحاول كده التمس فيها عذر. بس في ناس انتوا ممكن تكونوا سبب لبعدهم عن الدين بسبب اسلوبكم، فيعني هونا النكد بس. اشوفكم في قضية جديدة. السلام عليكم.